إقفارية يوم الأحد ألفرت عبر الحقن الوريدي لمنشط بلاسمينوجين لمريض يبلغ من العمر 59 عاما تحت إشراف الدكتور أيمن اللموشي رئيس قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بتوزر، وبالتعاون مع قسم التصوير الطبي بالمستشفى الجامعي الرابطة وقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس. خلال دورة تدريبية لفائدة صحفيين احتضنها اليوم المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة لديوان شكري الجبري في تصريح لأمال الرزقي، أكد أنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 24 و2000 رفع أكثر من 11,000 محضر بقيمة جملية تقدر ب 410 مليون دينار. الدوريات اللي تقوم بها وحدات الحرس الديواني قاموا إلى حد التسعة أشهر الأولى تاع 2024 23,428 دورية ميدانية، عدد المداهمات 1703، عدد المحار اللي تم تحريرها في التسعة أشهر الأولى 11,211 محضر، والقيمة الجملية لهذه المحاضر حوالي 410 مليون دينار. وأضاف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة لديوان شكري الجبري أنه تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت بالخصوص عن حجز كميات هامة من المخدرات. عن إدارة الأبحاث قامت بزوز عمليات نوعية تم فيها حجز بضائع مختلفة وعملة تونسية بقيمة 1.5 مليار. عن فرقة الصغيرة، فرقة الحرس الديواني بالصغيرة حجزت مبلغ من الدينارات التونسية 450 مليون وبضائع مختلفة بقيمتها 492 ألف دينار. مكتب رأس جدير حجز 46 ألف حبة مخدرة. مطار تونس كرتاج حجز 2 كيلو كوكايين وعملية أخرى 6 كيلو كوكايين. دوك في زوز عمليات بركة برسك 9 كيلو كوكايين في زوز عمليات فقط. مكتب حلق الواد في عملية 176 كيلو جرام زطلة في عملية واحدة 176 كيلوغرام. فرقة التطوير في عملية واحدة 561 ألف حبة مخدرة. قدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إصابة تمور لهذا الموسم بحوالي 350 ألف طن مقابل 380 ألف طن خلال الموسم الفارط، وأفاد أنور الحراثي عضو المكتب التنفيذي المكلف بالتجارة باتحاد الفلاحين بأنه بالرغم من تحديد الأسعار المرجعية لقبول التمور من قبل المصدرين هذا الموسم والتي تراوحت بين 3 دنانير و200 مليم و5 دنانير و200 مليم للكيلوغرام الواحد، إلا أنه لم يتم احترامها وتم التلاعب بالمنتجين داعيا إلى ندوة وطنية لتثمين القطاع والنظر في إشكاليته. بالنسبة لنا في المنظمة قدروا صرف التمور للموسم 2024-2025 بين 340 و350 ألف طن مقابل صابة الفارطة كانت في حدود 380 ألف طن، يعني تراجع بسيط يعني في حدود 30 ألف طن، لكن صابة السنة أنه الجودة كانت ممتازة جدا خاصة بعد تساقطات المطرية وأنه المناخ تراجع شوي في ناحية السخانة، وهذا بإذن الله بشعود على الأسماك. كل بداية موسم تصير جلسة يتشرف على وزارة الفلاحة وتكون بين اتحاد تونسي للفلاحة والصيد البحري وكذلك اتحاد الصناعة والتجارة، وتم تحديد الأسعار المرجعية لقبول التمور من قبل المصدرين على مستوى التجميع لموسم 24-25، وكانت 5.2 دينار للكيلوغرام لصنف تمور دجلة النور شمروخ صنف ممتاز، و 3.2 دينار للكيلوغرام تمور دجلة النور بس صنف واحد، لكن أنه الأسعار هذه اللي تم الاتفاق عليها لم يقع احترامها وثم يعني تلاعب بالمنتجين، ويتم حاليا اعتماد تسعيرة بين 2003 دنانير للكيلوغرام، وهذا يعني سوف يعود بالسلب على المنتجين، وهذاك علاش احنا ندينا انه تصير ندوة وطنية للنظر في تثمين هالقطاع هذا. بمشاركة أكثر من 250 عارضا من تونس وعدة دول أجنبية افتتحت اليوم فعاليات الدورة 15 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا، تظاهرة تتضمن ورشات تهتم بفرص الاستثمار في المجالات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة في القطاع الفلاحي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال، وفق ما صرحت به لسامي العرفاوي المديرة العامة لوكالة الاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا إنجي الدقية.
عنا ما يقارب 12,000 متر مربع، المشاركين أكثر من 250، منهم 40 دولة أجنبية على غرار فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، مصر، تركيا، ليبيا، قطر، البرتغال. عن ورشات ما يقارب 30 ورشة تهم كل ما هو فرص الاستثمار في المجالات المجددة، كذلك تهم أهم آليات التمويل اللي تخص المؤسسات الناشئة واللي تخص الشركات الأهلية. الصالون هو موعد للفلاحين، موعد للمستثمرين، موعد لكل المهنيين، موعد حتى للطلبة باش يتعرفوا على أهم المستجدات في قطاع الفلاحة، يتعرفوا على التكنولوجيات الحديثة اللي يقع استعمالها في القطاع الفلاحي واللي تعتمد على التطبيقات الحديثة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي. الهدف منه هو التصرف الرشيد والمستدام في مواردنا الطبيعية وخاصة الماء. تطلق شركة ترقيم بتونس قريبا آلية رقابية جديدة تتمثل في رقمنة المنتجات خاصة منها المدعمة والطازجة، تعوض الفواتير الرقمية وتهدف إلى مراقبة مسالك التوزيع والأسعار والتصدي بالتالي للاحتكار والمضاربة والتلاعب بالمنتوج. مدير عام الشركة إلياس بن عامر يوضح. ترقيم المنتجات اللي فيها إشكاليات على مستوى مشاركة التوزيع، خاصة المواد المدعمة والمواد الطازجة اللي تنطلق من أسواق الجملة واللي بعد ما عادش نعرفوا وين مشات، وإلا فما مواد طازجة كما الخضر والغلال واللحوم الحمراء ما تعرفوش دخلت المسالك المنظمة وإلا لا، كيف مخازن التبريد، المواد المدعمة كما الفرينة والسكر والقهوة والزيت، هذم الكل ينجموا بتابع المتابعة نتاعهم على مستوى الفوترة وعلى مستوى المنتوج. زادة نمدوا لصاحب العلامة برقم، والرقم هذاك يعطيه مصدر المنتوج كمصنع معناه، وهذاك يخول أجهزة المراقبة باش يتعرفوا على منتوج متاع شكون والتركيبة نتاعه والمسالك اللي يلزم يسلكها، ومن هنا باش يتصدر لكل ما هو احتكار وكل ما هو مضاربة، بل تشوف الفاتورة ما تعرفش الفاتورة مطابقة مع المنتوج هذا ولا لا، إذا يخول للجهاز الرقابي وإلا حتى للمستهلك. لو يبدأ صاحب المنتوج منخرط في شركة الترقيم ينجم يتعرف على الخصائص الفنية للمنتوج بالهاتف. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في أخبار العالم وفي تطورات الوضع في قطاع غزة، استشهد 35 فلسطينيا على الأقل في غارات على القطاع منذ فجر هذا اليوم، 25 منهم ارتقوا في قصف على شمال القطاع. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مصدر طبي أن أكثر من 1250 شخصا استشهدوا في العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة على شمال القطاع منذ 25 يوما. في قبل أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهدف نقلة جند وعربة وجرافة عسكرية صهيونية شرقية مدينة غزة. على الصعيد الإنساني، وجهت بلدية بيت لاهيا في شمال القطاع 5 مطالب إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية لوقف الإبادة الجماعية وفتح ممر آمن لإدخال المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لإنقاذ المنظومة الصحية والخدماتية. في الأثناء، حذر مجلس الأمن الدولي اليوم بشدة في بيان تبناه بالإجماع من أي محاولة لتفكيك أو تقليل عملية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك بعدما أقر الكنيسة الإسرائيلية قانونا يحظر عملية الوكالة. قرار يأتي في ظل تصعيد صهيوني خطير يستهدف اللاجئين الفلسطينيين الذين يمثلون جوهر مهام الأونروا. تقرير ناجي بن جنات. منذ نشأتها في 8 ديسمبر 1949 بقرار من الجمعية العامة رقم 302، ساهمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في دعم الشعب الفلسطيني في مجالات إنسانية شتى، وكانت في مقدمة الفاعلين في المجالات الإنسانية منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ أكثر من سنة. جهود الأونروا أثارت موجة عداء لدى الكيان الصهيوني الذي صوت برلمانه على قانون يمنع عمل الوكالة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. تصعيد صهيوني هدفه أخطر وأعمق من حظر الأونروا، لأنه يستهدف أساساً اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون جوهر مهام الوكالة ورسالتها الإنسانية.
أستاذ العلوم الجيوسياسية بالجامعة التونسية رفع الطبيب يضيف: إسرائيل تضرب على الحائط أي نوع من أنواع الاتفاقات الأممية، ولكن إسرائيل هي بنفسها نتيجة القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة بخلق هذا الكيان الغاصب على أرض فلسطين. الكيان الصهيوني عبر الكنيسة عندما أخذت هذا القرار إنما هو اعتراف نهائي بأن الكيان الصهيوني أصبح حاجزا على كثر المقاومة وعلى كثر إرادة الفلسطينيين في الدفاع على حقهم وعلى أرضهم. تحذيرات مجلس الأمن الدولي من أي محاولات لتفكيك أو تقليل عمليات الأونروا هل ستجد طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع الفلسطيني المنكوب، أم أن مآلها سيكون كغيرها من القرارات الأممية حبرا على الورق في ظل تعنت الكيان الصهيوني واستهتاره بالأمم المتحدة والعالم بأسره؟ وفي لبنان أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب تعافى بسرعة بعد اغتيال حسن نصر الله، وهو مستعد لحرب طويلة ولن يوافق على أي اتفاق لوقف إطلاق النار إلا بالشروط التي يراها مناسبة. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه حزب الله قصفه لمواقع ومستوطنات في الكيان المحتل ردا على الغارات الصهيونية على لبنان. وبيّن حزب الله في بيان له منذ قليل أنه نفذ مساء اليوم هجوما بصواريخ نوعية ومسيرات استهدف قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة وتجمعات للاحتلال بمعسكر إلياكيم جنوب حيفا، فيما قال جيش الاحتلال إن مسيرة سقطت فوق مبنى في الخضيرة، بينما نجح سلاح الجو في إسقاط مسيرتين. مزيد من التفاصيل مع حاتم كريسان. في أول كلمة له منذ تعيينه أمينا عاما لحزب الله، أكد نعيم قاسم اليوم أنه سيتابع تنفيذ خطة الحرب التي وضعها سلفه حسن نصر الله، وأوضح أن الحزب أعاد تنظيم صفوفه في غضون 8 أيام بعد اغتيال حسن نصر الله، وهو مستعد لحرب طويلة. ولفت الانتباه لأن حزب الله لا يقاتل نيابة عن أحد، بل من أجل حماية لبنان وتحرير أرضه ومساندة غزة. وأضاف أنه إذا رغبت إسرائيل في وقف الحرب فإن الحزب سيوافق على ذلك بالشروط التي يراها مناسبة. كلمة نعيم قاسم تفند ما نقله موقع إكسيوس الإخبار الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين من أن حزب الله أصبح على استعداد للنأي بنفسه عن حركة حماس في قطاع غزة، مرجحين إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في لبنان في غضون أسابيع. ووفق هيئة البث الإسرائيلية فمن المقرر أن يصل غدا إلى إسرائيل مبعوثان أمريكيان لمناقشة اتفاق تسوية سياسية بشأن الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني. طرح اتفاق التسوية يأتي فيما بدأ جيش الاحتلال اليوم هجوما على مدينة بعلبك، كما نفذ عدة غارات استهدفت محيط عدة بلدات جنوبية لبنان والبقاع شرقي البلاد. في المقابل قال حزب الله إن عناصره قصفوا الكريوت شمال مدينة حيفا بعد تأكيد قوات الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق نحو 50 صاروخا من لبنان على مواقع ومستوطنات شمالية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ صباح اليوم. كما أكد استهداف تجمعات لجنود الاحتلال عند بوابة شبعة وبوابة فاطمة وفي محيط بلدة الإخيام خلال محاولتهم التوغل جنوب لبنان. وأعلنت وسائل إعلام عبرية إصابة شخصين في قصف على منطقة المطلة في الجليل الأعلى، فيما أقر جيش الاحتلال بإصابة 10 ضباط وجنود في معارك لبنان خلال الساعات 24 الماضية. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: إنجاز طبي جديد في علاج الجلطات الدماغية باستخدام الطب البعادي في المستشفى الجهوي بتوزر. جودة عالية لإصابة التمور المقدرة بحوالي 350 ألف طن هذا الموسم وفق اتحاد الفلاحين. مجلس الأمن الدولي يحذر بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل عمليات الأونر وبعد إقرار إسرائيل قانونا يحظر عمليات الوكالة. وحزب الله يقول أنه لن يوافق على أي اتفاق لوقف إطلاق النار إلا بالشروط التي يراها مناسبة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.